هذه شهرين ولا تنحاول مع الأخصائي باش يلقى حل ما يطوش في هادشي. الإدارة خدت قرار في الطرد ديالو هذا تقريبا أسبوعين. تتأسفوا على القضية هذه لأن تتعرفوا الاتحاد المغربي للشرق دائما تيغرش واحد من المناضلين باش تيتقعوا شي حاجة. لا يحلكم لا تسمتوا لي أبغى نتوش معاكم تتم الدخل وندخل شو القرار. خلينا نكمل وتعرفوا فين قلت بأن لما تربينا جزء الأول بحجوج ديال الإدارة خصمت لي الله خلو وليدي دخلنا عمال أكانوا خوانا ديالنا حنا قد أقول أكانوا كيخونونا حنا اش من عمار اش شفارة هادو واش حنا كنطمسوا على على سموهم كيديونا ديالنا قولوا لي جوج تعمر يقطع عليهم راسهم هذوك راه عطردهم يجيبوهم لي يقطع عليهم راسهم هنايا انا كنقول لك ما كاين لا عمار ولا عمار انا جاي كوسي يا عمار ماشي عمار هادو خوانا هادو كاين اللي ريح الحساد جوج تعمر انا راه تعشف انا راه جيت عندك انت ترى وقفني سبع ايام باش ما درتي عليا هضر عليا سبع ايام تاريكم انت ما تردوش على شي واحد